الأهلي يعود بنقطة مهمة من جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي مع أورلاندو ويستمر في صدارة مجموعته. النهاردة مكاسب كبيرة، عودة وسام أبو علي، إمام عاشور، خروج الأهلي بشباك نظيفة قبل بطولة الإنتر كونتيننتال. كابتن عادل، النهاردة نقطة مهمة جدا للنادي الأهلي، يستمر النادي الأهلي في صدارة المجموعة. تعليقك على أحداث الشوط الثاني. إنك ما تخسرش دي حاجة مهمة جدا خارج ملعبك، مهمة للغاية. إنك تتصدر المجموعة تبقى مهمة أيضا. الحاجة التانية كل الرجوع اللي أنت اتكلمت عليه ده كله، دي حاجات إيجابية قبل المباراة المرتقبة يوم 14، فأنت بتتكلم على كله إيجابيات. الشوط التاني أقدر أقول لك إن النادي الأهلي كان أفضل شوية، يعني في يعني افضل نسبيا عن الشوط الاولاني، ولكن محاولات على المرمى ولكن لا ولكن انت لعبت تجاريا كويس يعني، وده سمه البطل والقوي. خدت المباراه اللي انت عايزها. خلي بالك احنا في دوري المجموعات بقالنا 6 سنين، ما فيش الا مره واحده بس اللي مشينا فيها كويس قوي، اللي هو يعني ما كانش الاداء في مش تذبذب مستوى، ولكن نتائج انت فاهم، كانت النتائج لانك انت بتطلع تصاعدي. لكن السنه دي اهو بادئ بمكسب على ملعبك ثم تعادل خارج ملعبك. كنا دايما في دور المجموعات البدايه بتاعتنا كان بيحصل فيها تعثر، تبقى تعثر. انا بقول لك، لكن اقول لك حاجه مهمه قوي في المباراه النهارده وعجبتني جدا، ان فعلا اكتمل الراس حرب عندك وسام. رضا سليم خد فورمة المباريات ان شاء الله يبقى سليم، هينفعك قوي في المباراة القادمة بسرعته ودي حاجة مهمة جدا. طاهر محمد طاهر فاضل على مستواه كويس، فانت بتتكلم على مروان واكرم توفيق، كانوا الاثنين ديفندرات في وسط الملعب على اعلى مستوى، ولكن في الاخر انا بتكلم على نتيجة في الظروف والاجواء اللي احنا كنا فيها، فنتيجة جيدة. انا عمري ما بحب ان انا ابارك للنادي الاهلي لما يتعادل طبعا، ما بحبش دي، ولكن لازم الناس تعرف ان الظروف كانت صعبه قوي، فالتعادل بالنسبه للنادي الاهلي النهارده فانا بقوله بمثابه مكسب من وجهه نظري.